أهلاً وسهلاً، أحب أرحب فيكم هاي الحلقة الجديدة من فاكتوريو. مرحبا، هذا فاكتوريو. زين، الحين قاعد أسوي خط إنتاج جديد لابنه، لصديقنا الحديد. ليش؟ لأن عندنا خط هناك وبيجي قطار يوم من الأيام، لكن بيتأخر على القطار. فلين القطار يوصل ما بين شبلي ولا كيف؟ فلين القطار يوصل نحن شو بنسوي؟ بنسوي خط انتاج مع موازن، اللي هو راح يحل محل وين القطار. فأبا أسوي هذا الشيء وأنتجه وين؟ أنتجه عندي ستاك انسرتر، وأنتجه على أماكن هاي بالطول، إن كل اثنين يجون من خط واحد هنا. بس خلنا نحط عمدة. لحظة، يا لسه نتطور، ناس تفتح التطورات كلها، يعني مش قضية. مو مشكلة، دام قاعدين نتطور أمورنا طيبة. لحظة، أمو بهني مخلي فراغ وراحة بالشغلة هاي. هنا واحد، هذا هنا واحد، ها كلهم بدخلهم مكان واحد ووازن بينهم وحطيهم وين في خطوط الانتاج، وننشف البقعة هاي لان نحتاج نكمل القطار. نحن عندنا معدات القطار، عندنا كل شيء هي يعرف. بس شو، بس وين صديقنا اللوجيستكس تشين؟ اساس اللوجيستيك يتوصل ويبو لي سامون. اوكي، ممتاز ممتاز، بنسوي هذا والفحم. هاي حلقتنا اليوم، هاي الموضوع كله. بس هذا الانتاج اللي هني، موازنة الانتاج والفحم. اهبلهم واشلو، انت عايزين شكلهم. انزين، خط خطين ثلاثة، almost four، almost four lines. اوكي almost. انزين، شو بسوي فيهن؟ هذاك خط وهذا خط، حلو. زين، هالخطين يدخلون على هذا وهذا الخط بندخله مع منو؟ بدخله مع اللي فوق شكله. بعده في مجال يستقبل. اذا هم مش اللون بشله، ما بنختلف على هاي يعني. اوكي، هذا يدف الصوب الثاني شوي. خط الثالث هني، خط الرابع صغير يا بولي. هم اصلا هاي ولا ما يبون لي؟ لا ما يبو. فور لاين بلانسر انتو تو، بعدين طلعهم فور. هذا كله فقط عشان نوازن الانتاج كله، نخلي الانتاج كله متوازن. المشكلة ها بعدين بزيد منا عدد. انزين، البالانسر الثاني كيف بيكون؟
الطريقة هاي، الطريقة هاي، اوكي. نجيب تو بالانسرز بنطلعهم في بعض ويت. أوازن الإنتاج كله من خطوط مختلفة عأساس كل خط يسحب. عأساس يسحب من كل الخطوط، البالانسر هذا لازم يسحب من كل منو خطوط. طلعن كلهم شو متساويين. هو حتى لو وزعها نحن على 8 ولا اي شيء بيمشي الحال، لان عندنا وايد، عندنا خطوط وايد هنا محتاجة شو حديد، بس اتصور بتكون الامور طيبة. بالاحرى اتمنى تكون الامور طيبة، بخصوص يعني نبي قدام كل واحد سبريتر، سبلتر واحد، سبلتر، سبلتر، سبلتر. هذا بنشوف، بتقدرون تقولوا بنسوي مرة واحدة تست على منو، على كيف هو شغال مرة واحدة، مش بس بيكون. لا خلنا نسوي هني، هذا هني، هذا هني، هذا هني نظريا بس، لا أكثر ولا أقل. واحد، اثنين، خلنا نفتح الباور ارمر ونحط فيه الروبو بورت الثاني عساس يشرشون اكثر. احس مدوخين هاي الفكرة اللي وياي، ولا احس انه في شي غلط، ما اعرف، احساس، وعلى الاغلب في شي غلط. هناك بمد الخطين دايركت لمنو، لأول واحد، تنظيم إنتاج قريب على خط مستقبلي. يعني نحن الحين استوى عنا خط مستقبلي، واستوى عنا مكان قطار، واستوى عنا إنتاج حق الحين. خلنا نسوي ريسيرش لحظة، نبى ريسيرش سبيد 1000، بيطول هذا، فخلنا نسوي هذا. انزين الحين سحبنا واحد صح، هذا رقم واحد بينتشر، ما بيكون افضل تصميم، بيكون في شوي شغلات، بس ان هالخط اصلا مؤقت، وصراحة ما بشتغل عليه اكثر عن هذا بصراحة. بصراحة بالصعب اصلا يتوزع على كل مكان، اكثر بالصعب الصراحة، مش صعب. هذا اذا الفحم يتحمل، فحم استهلاكه مش عالي، بس بحسب حساب الفحم كان الفحم بيخلص. فخلنا نشوفك يا فحم. نجيب اللم
الخط الجميل مع الفحم لين هني، والفحم بنحاول نسويه على السبريتر اللي بنحطيه هني. اوكي، حاول نجمع الفحم مكانين خربين، ترى الرأي عليه على فكرة على اساس انهم لعيبة يعني. اوكي، بنجيب هذا هني، بننزل هذا حبة، بنجيب هذا حبة هني، شكرا للريسيرش. خلنا نخلص الصغار ياكلهم. المفروض في حبة فوقه. لا اوكي، هذا ارتفع حبة. هذا الشغلة الترتيبية هاي اللي هي تفرق يعني. ممكن تحسون حلقة شوي تتباطأ هني، وسوري إذا تمللكم، لكن في الواقع هاي الحلقة اللي صدق تفرق. هاي الحلقة اللي تفرق، من واحد يطالع الستبس بالضبط. بعدين انت تحتاج شيء معين تعرف وين تحصله، ولا تعرف شو السالفة. بالنسبة لي انا يمكن من النوع اللي يصير اتابع حلقات طويلة واسوي اشوف شو السالفة استوعب، وقاري المنتديات ومنزل بلانز بعض البلو برنس من المنتديات مالهم على اساس انه شو افجر المرة هاي، لان المرة الماضية شو ما عجبني الصراحة الترتيب ابدا ابدا. ترتيبي انا ما عجبني بصراحة، ترتيبي ما عجبني ذاك الزود، وحتى هاي مش عجبني الصراحة. ليش تي هاي شو سالفتهم؟ انا كنت اطلب سبيد موديولز منهم، هذه الهمة. اوكي، ريسيرت الصغار هاي لهذا شو كانون شوتنج، ما بقى كانون شوتنج اصلا. بس انا وايد عندي فحم، خلنا نشوف الكوكفيكيشن ممكن في اي لحظة اخطر على بالي ودق، ولا اقول لك لا تعال خنابل. انا قبل خلاص من الاخر نقول لكم الموضوع اليوم، موضوع كله موضوع قنابل. هني ما في كفرنج رينج، من هذا كان يجيني ويشردو. شو وضع هذا؟ يبو لحصة؟ اي يبو لحصة، عنده حصة اللي باو زيادة بعد. وعندي كان قاعد يجرج، لحظة وين هذي لهم سبيد مودلز. اوكي، خلنا نرشم شوي سبيد مودلز. خلنا نشوف نحتاج الفحم بيتعدل شوي في المكان كله. الفحم مو بسريع استهلاك نفس المثل، وهاي الامور استهلاكه وايد ارحم. انا هاي الموبان، شكرا لا تسيف. بعد في شي غيره عندنا؟ انا والله ما بها البويلر ساكل باكل، خلي انتاج فول. الحين بصير عند الحديد برشهم كلهم شو انتاج من الاخر.
سبيد، بتشوف كيف يبطي عليهم. كله فول موديلز، لا تفهم هذا يعني سبيد موديلز. شكرا. في غيرهم؟ شكرا شكرا. 50 اتفاهم وياهم. خلي بيقول الحين سبيد مودلز بعد. ها تعديل انتاج الحديد والفحم شيء مهم جدا. الحين ما قاعد استعمل خطوط، يمكن حتى الحديد مش قاعد يوصل ترى، فكرة كلها قليل اللي يوصل بعدين. بس ترى ما استعملنا كل الخط بروحه بعد، ها شيء ثاني. وشو سويت؟ لحظة دام يا ابوي السبيد مودلز، بس خلي قبل لا انسى. خلنا نقرب ونحط لنا هذا الزيادة، ونحط له كهرباء، ونحط له سبيد موتورز. هاي كيف بالعكس محطوط يعني ولا كيف؟ مش صح هذا ابدا. خلي يشلون احيد. كان في طريقة احدد طعم، المفروض يستوي احدد انه ما يصير شيء وياه. المفروض اوكي استوى عليهم سبيد هايل، طلعوا لنا مليون وشي مع الوقت. الحين بيروح الخطوط الثانية لان بس هو افضل حل اني اطرش كل واحد في هايل سبلت تو تو، بيتوزع بالمتساوي اكثر انه ما يمر. يعني كون اربع من هايل وكل واحد يجيب له بسبلتر لهني ووزع على اثنين بس، اساس يوزع الانتاج مهني ما ياخذون من اخر شيء. اذا تبون بس برويكم يا عقب هذا بيتعدل، بس هذا استوى عنا تعديل محطه الخطار الانتاج المؤقت. وبنشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، وبنبدا نسوي شغله ثانيه. كنت اساسا اني بسوي سلاح لكن شوي تاخر الوضع وصعب استوى انتاج السلاح. ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.